مساء الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من الشف الرياضي على شاشه القناه الرياضيه. واليوم معنا نجم من زمان ما شفناه على شاشه الاعلام، واليوم كثير مبسوطين انه موجود معنا، وخلال الشهر المبارك ايضا بطل عليكم. بدي ارحب بكابتن عبد الله ذيب، اهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، وكل عام وانت بالف خير. انت بخير ست ميسون، وكل عام وانتم بخير والشعب الاردني بخير، وانا تشرفت اني جيت معك على البرنامج. نورتنا، اخيرا زبطت المقابله. الحمد لله، اهلا وسهلا فيك. واول شيء بدايه نحكي عن رمضان واول يوم رمضان، خبرني شو صار بالتفصيل. يعني برنامج زي كل الناس، الواحد بحب يستغل وقته بالصلاة وقراءة القرآن والعبادة طبعاً. وأكيد يعني الجمعات مع الأهل والأصدقاء، والواحد بتمنى يعني شهر رمضان طول السنة يضل. أول يوم وين أفطرت؟ مع أمي وأبوي. أيوة، لازم. أول يوم جمعة العيلة. جمعة العيلة. ثاني يوم أنا بيتوتي، بيني وبينك بيتوتي. بحب في البيت يعني. بعدين رابع يوم وخامس يوم عند دار سيدي. نسايبك سيدك طبعاً، هاي أحلى إشي اللمبة برمضان، بجوز لأنه الأيام الباقية مشغول بالدوري، مشغول بالتمرينات. نعم. ولا لا؟ صحيح، كل ياثا هيك. طيب أبو إيش؟ أبو خالد. أبو خالد. خبرني عن خالد وعن زينة. عندي خالد وزين. زين 12 سنة وخالد 9 سنوات. ما شاء الله، الله يحميهم. يا ربي، شو بيعملوا؟ رياضيين ولا لا؟ خالد إن شاء الله يطلع رياضي زي جده زي أبوه. أيوة إن شاء الله. وزين في المدرسة يعني، بس مش ناوي رياضة، هوايات تانية بس مش قدر. هوايات البنوتية الحلوة. البنوتية. الله يحميهم يا ربي ويخلي لك ياهم يا ربي. أبو خالد تحياتنا لهم، وتحياتنا لمدامتك وللعيلة الكريمة. اليوم معنا برجر. شوف ما أسهل الطبخة اليوم. عنصيبي أسهل. عنصيبك أسهل إشي ممكن يكون. ما لي دخل في الطبيخ. ما إلك تجارب بالطبيخ أبدا؟ إلك تجارب احترافية برا يا كابتن؟ أبدا، قضيتها على المطاعم، عشان هيك تجوزت بدري بيني وبينك. وخلص عشان تستقر وتأكل أكل مرتب. سافروا معك عيلتك؟ لحقوني يعني، أنا في البحرين وفي بلجيكا وبالسعودية. أوكي. يجوا معي على البحرين وعلى السعودية. على السعودية. أولادك أجوا برا للبلد ولا هون؟ برا. لا يجوا هون، بس لما احترفت يجوا معي. أجوا معك. ممتاز. حنحكي عن تجربتك الاحترافية كاملة. وهلأ التوقيع مع نادي السلط ولا لسه؟ لسه والله مش مبين، بس يعني علاقتي بنادي السلط علاقة قوية وكويسة، بس لسه إن شاء الله بدي أشوف إيش بدي يصير يعني الأيام الجاية إن شاء الله. في أكثر من نادي حكى معك ولا؟ في ناديين أو ثلاث تقريبا. فلسه الايام الجايه ان شاء الله بنشوف. ما قررت لسه ان شاء الله، ربنا يكرمنا وربنا يجيب لي الخير ان شاء الله. الله يجيب لي فيه الخير. على طول احنا بدنا نبلش اكلتنا، وحنعمل كول سلو كمان سلطه، ونحط زيت كرم. احكي لي عن تجربتك الاحترافيه ببلجيكا، كيف اجت لك اول شيء الفرصه وكيف بلجيكا؟ هي كانت يعني الرحله الثانيه في الاحتراف، كانت الاولى في البحرين تبعت بلجيكا، كنا في معسكر مع المنتخب في تركيا. لعبنا مباراة ودية، فكان النادي البلجيكي يعني معسكر، عامل معسكر نفس الفندق اللي احنا فيه في المنتخب. فكان مدرب النادي البلجيكي بيحضر مباراتنا في المنتخب، فديك المباراة نزلت وسجلت هدفين، وبعديها هتولي تم التواصل. عبد الله ذيب. شو بقربك عامل ذيب؟ ما في قرار. كل الأسئلة بيقرب لك عالم عامر ذيب ولا ما بيقرب لك؟ تحياتنا لكابتن عامر. الكابتن عامر طبعا اسم كبير وأخ كبير إلنا، وهو أبوه اسمه ذيب، أنا جدي عيلتك. اسمه ذيب. جدك اسمه. فهذا مسمي حالك اسم فني يعني. هم مسمين المذيعين طلعوها علينا. أوكي. عامر ذيب وعبد الله ذيب. خلص. بس أنت بالعادة. بالعادة عبد الله خالد ذيب. عبد الله خالد. اسمي. بالضبط. اسم جده ذيب. اذا هاي معلومه والله يا، بس هذا السؤال كثير بنسال يا ابو خالد. صح، كثير بنسال يعني من زمان. من زمان. بس هو اخوي يعني فعلا، وغالي علي طبعا. كابتن عامر. طبعا كابتن عامر قامه كبيره. طيب ولما رحت على الدوري البلجيكي كيف كان التعامل هناك؟ يعني احنا بنحكي اوروبا قاعدين. لا، احتراف بكل معنى الكلمه والله هناك، يعني زي كانك تشتغل بشركه من 8 الصبح. ايش اولها هيك؟ من أولها. أيوة. زي كأنك تشتغل بشركة يعني محترف، زي كأنك موظف يعني. من 8 الصبح بتروح على النادي. أوف. وإفطار، تقعد شوي بالنادي، في طبعا بيكون في زي قاعدة ومطعم في النادي للاعبين،
وتفطر بعدين تقعد شوي مع اللاعبين بعدين تروح على التمرين وترجع، يعني النادي زي كأنه بيتك الثاني بيكون. أي سنة هذا الحكي كان؟ هاي بال 2009-2010 موسم 2009-2010 نادي ميشلين البلجيكي. هو درجة أولى؟ بالمحترفين. بالمحترفين؟ قديش فادتك هاي الخبرة عبد الله؟ والله كتير، يعني أنا وقعت معهم لموسمين، يعني شفت الاحتراف بمعنى الكلمة، يعني فعلا يعني التمارين، الأكل، الشرب، الحياة كيف عايشين هاللاعبين، أنا استفدت فعليا يعني منها. بعدين رجعت على الدوري السعودي، رحت كمان على طول. رجعت رحت على العروب السعودي. نعم من بلجيكا للسعودية دايركت. ما لعبت مع نادي محلي وقتها؟ لا بعدين بعد السعودي رحت على رفاع البحرين، بعدين رجعت على الأردن. جبت كتير عن البلد يعني بتجاربك الاحترافية. قديش تقريبا كم سنة؟ خمس سنوات. وبعدين أول رجعتك؟ رجعت على الوحدات. على الوحدات على طول وقتها بتذكر. صحيح. بس التجارب الاحترافية كتير مهمة للاعب، يعني طبعا السي في تاعته بالاختلاط. صحيح. مع التانيين، يعني خبرة كويسة للاعب ترجع بتفيد المنتخب، بتفيد يعني بتقدم أحسن إشي عندك بعديها. طبعا خلينا نحكي عن البرجر اللي احنا جايبينها من عند اللحام. لحمة فيها بس فلفل وملح فقط لا غير، حطيتها بالزيت وقليتها. بكل تجاربك الاحترافية يا كابتن، انت تجوزت بكير وخلص صفيت كل تجربة احترافية مع عيلتك. كل سنتين احتراف بدون ما أكون متزوج. أول احتراف لإلك كان اللي هو البلجيكي صح؟ بحرين وبلجيكا. حاولت أسوي رز وأنا بحكي مع أمي ما زبط، بعدها وقفت. اعتزلت أنا الموضوع أبداً. ما احترفتش بالطبخ أبداً. بس أيام حلوة. شو بتتذكر؟ طبعاً. إيش في أكلة بلجيكية بتتذكرها؟ كان دائماً في النادي يعني يعني أكثر الأكل بيكون صدر دجاج، بطاطا مهروسة مع كورونا. هذا الأكل الصحي تاعهم وزاكي، يعني أنا بحبه يعني. طب المطاعم ما رحت جربت أكلهم؟ مطاعم يعني كله استيكات لحم ودجاج وهيك، يعني معظمهم مش زي عندنا مثلا في أكلات منسف بس ما اشتقت للمنسف وانت هناك والمقلوبة طبعاً. بس كنت يعني كل شهر شهر ونص يكون في استدعاء للمنتخب تركض ركض ترجع طوالي. مع المنتخب كيف كان وضعك عبد الله؟ انت عاشرت لاعبين من الطراز الرفيع وكانوا اسماء كبيره، وانت كنت يعني انا كنت كمان بحلقه من الحلقات مع خليل بني عطيه حكيت له نفس الشيء، عاشر لاعبين من الطراز يعني الثقيل جيل ذهبي، وبنفس الوقت كنتوا انتوا يعني باعمار صغيره كثير. الرهبه تاعت هاي الموضوع كيف؟ وأول مرة حكوا معك ليستدعوك للمنتخب أنت كانت، ومين اللي حكى معك؟ هسا أنا لعبت بالمنتخب من 2007 ل 2017 لعبت 121 مباراة الحمد لله، يعني أنا متتالي من 2007 ل 17 ولا سنة انقطعت عن المنتخب. ما شاء الله. ويعني أنا الحمد لله أني محظوظ أني فعلا عاشرت هذا الجيل من اللاعبين، وفعلا يعني زي بديش احكي اسماء بس فعلا كل اللاعبين اللي لعبوا معنا كنا انا انضميت للمنتخب بعد ما خلصنا كاس العالم بال2007. صح. روحنا من كاس العالم كان بشهر 7 بشهر 9 لعبت اول مباراه وديه بالمنتخب دولي. صح. مع البحرين. فهي من 2007 ل2017. اول هدف مع المنتخب امتى كان؟ أول مباراة كانت مع البحرين سجلت فيها هدفين. من أول مباراة؟ من أول مباراة شاركت فيها. الحمد لله كان معنا الكابتن بنقادة. أيام لا تنسى. أيام هنحكي عن هاي الذكريات وعن والدك. نعم. وأيضا عن العائلة أكثر، ويعني شوية حديث ولكن بعد هذا الفاصل. رايحين وراجعين، خليكم معنا. ورجعنا لكم مشاهدينا، طبعا كل الشكر لكافة رعاة البرنامج ابتداء من مطاعم الحوت اللي بنصور عندهم، سوبر ماركت ربوع القدس المؤسس سنة 1966، وأيضا عم نحكي عن كرم زمزم للمنتجات الغذائية اللي كمان نستعملها. كابتن قبل ما نفوت بالحديث الماضي تفضل السكينة الماضية وافتح السندويشات. أيوة خلينا نظبط أكلتنا لليوم الخفيف اللطيف. قلت اللي ميسون مليش على الأكل أبدا شلن
حتى يمكن الخبز هسه ما عرف شفته. لا لا الخبزة سهلة مبينة. كابتن احكي لي كيف بلشت كرة قدم؟ بلشت بالسنة 99، أبوي أخذني على المدرسة الكروية في نادي الوحدات. بدك أفتح لك إياهم كلياتهم؟ كلهم والله. سندويشة اليوم ننسحر كل الناس اللي معنا. طيب يلا صحة وعافية. في 99 أخذني أبوي على المدرسة الكروية عند الكابتن ناصر حسان. أوكي. كمدرب المدرسة الكروية، وكملت بعديها من الفئات. في الحارة قبل مثلا كان في عندك بالمدرسة وبالحارة؟ أوكي. طبعا أكيد، بس كان عمري يعني 11 سنة لما رحت على النادي أول. أوكي. وأنا صغير يعني، وبعدين طلعت لسن 14 17 20 للفريق الأول. وبلشت في المركز اللي أنت هلأ فيه؟ شو المركز اللي بلشت فيه تدريب؟ بلشت لا بسن 14 مهاجم. كنت مهاجم؟ ضليت بين مهاجم وتحت خلف المهاجم وعلى الاطراف فيك يعني. والدك ليش شو شاف فيك وقت فيها؟ والدي والدي طبعا كان لاعب بنادي الوحدات في الجيل الذهبي لما جابوا الدوري في الثمانين. خالد ديب وحتى الله يرحمه سليم حمدان. الله يرحمه. سألوه بيحكوا له مين أحسن، عبد الله ولا خالد؟ قالوا لهم عبد الله بسجل بس خالد مهاريا وهيك أحسن. أخذت من والدك مهاريات شوي؟ بس سليم حمدان الله يرحمه يعني حكى، سألوه هذا السؤال، هداف ولكن هون المهاريات الأعلى. مهاريا أكثر. بالضبط. طيب وحكي لي، والدك أكيد من أكثر الناس المنتقدين لإلك. طبعا. وما كل مباراة يعني بشوفك لهلا. هو لو ما شاف فعلا انه عبد الله مثلا موهوب ما كان وداني اصلا على لانه اسمه كمان. بس يعني الحمد لله رب العالمين، يعني حتى مجتمع الرياضه وكره القدم ما حب يدخل فيه لا اداري او مدرب او شيء ما دام عبد الله موجود وبيلعب، عشان ما حدا ينتقده انه من البعيد. بس بالضبط. انا كويس هيك شغال صح؟ انت ممتاز عم تشتغل. لسه حتعمل سندويشه كمان شوي. طيب يلا سندويشة عزوقك وانت تاكلها. انا بحب الخس بالبرجر. جاي بهاي الورقه. خلص هاي بتعوض. هاي بتعوض. هلا بدنا نعمل صوص مرتبه كمان بالخردل وبالمايونيز والكاتشب. هلا بتولي الكاتشب. طب كابتن متذكر لما رحت عمرك 11 سنه بعديها اول مباراه لعبتها 13 كان عمرك في ما في دوري كان للمدرسه الكرويه، لازم يصير عمرك 14 عشان تشارك في اول دوري. اوكي. طبعا كمان مع الكابتن ناصر حسان وجبنا مركز اول وجبنا 50 جول. كابتن ناصر حسان يعني طلع جيل اجيال لهلا عم بيطلع اجيال. والله. وهلا هو بقطر. نعم. بيطلع اجيال يعني جميله وبدرب بكره القدم القطريه، فخورين فيه جدا. نعم نعم الكابتن ناصر يعني بعد رب العالمين له فضل، يعني طلع لاعبين كثير والله بالنادي الوحدات واسماء خدمت يعني نادي الوحدات وخدمت المنتخبات الوطنية طبعا لسنوات. طبعا. طيب بلشنا نلعب بشكل رسمي. أول مباراة لعبتها بشكل رسمي وين؟ بالفريق الأول. بالفريق الأول. بالفريق الأول مع الوحدات. مع الوحدات كانت كانت مباراة ودية. أوكي. الوحدات ضد المنتخب الأولمبي. أوكي. وسجلت فيها بأول مباراة. في الدوري كانت مع كفر سوم. أوكي. بالألفين وثلاث. 2003 كان عمري 16 16 ونص. 16 ونص يعني لسه مش موصل ال 17 بالفريق الاول. كيف كانت هيك الايام كابتن عبد الله؟ طلعت و شو يعني شعورك؟ طلعت على الفريق الاول ولاعبين كنت احضرهم على التلفزيون يعني. كابتن عبد الله ابو زنع، الكابتن سفيان، الكابتن رأفت، الكابتن عامر، واسماء كبيره يعني الكابتن هيثم سمرين، اسماء والحمد لله. بس هم بصراحه فعلا وقفوا مع عبد الله وكلاعبين وساعدوا عبد الله عشان كمان يبرز عبد الله. هاي اخر تنسين كانوا يعطوك فرصتك؟ هسه الحمد لله يعني الحمد لله الموهبه موجوده، بس هم كمان يعني ساعدوني. انا كان حكيت لك محظوظ اني اجيت مع هيك جيل لاعبين على مستوى عالي انهم يساعدوك ويرفعوا من اسمك بالنادي كبير زي الوحده. اول مباراه جبت فيها هدف. نعم مع كفر سوم. مع كفر سوم في الدوري. روحت على البيت شو حكى لك كابتن خالد والدك؟ كابتن خالد ما كان ولا كان موجود بالملعب؟ لا ما بيجي على الملعب، ما بيجي، بيحب على التلفزيون دائما بس.
بس هو مش متابعني ليش بس لما وصلت الفريق الاول، هو متابعني من عمري 10 سنوات كنت اقدم توجيهي يخليني اروح اقدم امتحان التوجيهي ياخذني اروح العب مباراه الفئات او مباراه الفريق الاول. فحرام يعني امي وابوي وعائلتي بشكل عام. هلا والدتك يعني بجوز اكثر حدا تعب لانه فعلا تعب. انت لاعب ووالدك لاعب يعني بفرق الموضوع. عبد الله عندهم كان خط احمر، خط يعني. احمر. عندك اخوان بيلعبوا كره قدم؟ في عندي في عندي انا اخ كمان كان مع نادي الوحدات، احنا اثنين انا ونديم اخوي كان في نادي الوحدات بس ما كمل. لا اول راتب بحياتك قد ايه كان يا كابتن؟ هي بالمدرسه الكرويه 5 دنانير. 5 ليرات؟ 5. شو عملت فيهم؟ شفتهم على مليون ليرة. أول 5 ليرات بحياتك شو عملت فيها؟ يعني روحت فرحان فيهم، متذكر إيش الشعور بس مش عارف إيش سويت فيهم. مش متذكر شو اشتريت؟ لا بس اشتريت أشياء زاكية. كنا صغار بس شفناها يعني إشي كبير إنك بعد تعب لو مقابل قليل بس إنك أنجزت. طب بالفريق الأول أول راتب قد إيه كان لك؟ الفريق الأول كان راتبنا 150 بال 2006 2005 هيك 150. إحنا اللي صغار كنا بالعمر. بعد ما طبق الاحتراف صارت عقود. ضبطت الأوضاع. ضبطت الأمور شوي. شو عملت بأول 150 ليرة؟ أنا بسأل على التفاصيل يا هاي تسأليني أشياء نسيتها صراحة. لازم أنا بنسى، أنا بنسى هاي الشغلة. هاي عشان أولادك كمان يسمعوا. طبعاً لا طبعاً. قيمة تاعة المصاري كانت. لا أكيد بعد تعب يعني. أحلى بتحس... قيمة. طبعاً. طبعاً. شو عملت فيهم؟ والله نسيت، ناسي مش متذكر يعني. أبداً. بدنا نكرمل البصلات شوي. بدنا نعملهم دايبين زي المطاعم. بدنا نعمل حالنا إحنا هلا. لا ما شاء الله عليك طبعاً. شوف التقطيع. وبعديها مشي الحال. كابتن انت شو درست؟ انا درست MIS بالجامعة، نظم معلومات ادارية. وين؟ اي جامعة؟ بالعلوم التطبيقية. علوم التطبيقية. بس درست 3 سنوات بعدين اجاني عقد بلجيكا صراحة. تركت وطلعت. كملت رجعت ولا لا؟ والله ما كملت. ما كملت؟ لا. يعني هلا قادرة تروح تكمل مثلا؟ والله النية موجودة. والله؟ ان شاء الله. بس ما هي كمان مش فرصة تروح عنك. عقد يعني بلجيكا يعني عقد مهم كمان لأوروبا يعني، و يعني من اللاعبين قلال الأردنيين اللي راح احترفوا في أوروبا أصلاً. إيش هلأ دائماً إحنا بنسمع اللاعبين بيحترفوا بالدوريات الخليجية، بيحترفوا بأماكن كتير مهمة، ولكن أوروبا قليلة يعني عندنا الاحتراف. ليش فكرك من وجهة نظرك؟ يعني ممكن وكلاء لاعبين، ممكن العين مش مسلط علينا كتير. يعني أنا مثلا حكيت لك التجربة كانت إنك لعبت مباراة ودية كانت مع منتخب أذربيجان، وصدفة إنه المدرب تاع النادي كان موجود. هي نصيب سبحان نصيب. الله. طيب إحنا خلينا نعمل هيك الخبزة بس نعطيها هيك شوية تقلاية عشان تحفظ الطريقة تعملها بكرة للأولاد. الأطفال دائما بحبوا البرجر يعني والمشبر. شو أكثر أكلة بتحبها أنت؟ أم خالد بتعمل لك إياها. المسخن والمنسف الأصل يعني. كل بيت أردني بيحب المسخن والمنسف أبدا. والأولاد إيش بيحبوا؟ بيغلبوكم المنسف كمان؟ لا بيحبوها، بيحبوا الطبيخ بشكل عام يعني. بيحبوه ما بيغلبوا. لا ما بيغلبوا بالطبخات. غالين عن جدهم الأولاد كتير. لا احكي لنا عن علاقتهم بجدهم. أبوي كمان كيف كان حاطط عبد الله، هسه حاط عينه على خالد، حاب إنه يطلع لاعب مستقبل. فشايف فيه شوية موهبة إن شاء الله يطلع كويس. كان عليك ضغط لأنه والدك خالد ديب؟ صراحة لا، يعني الحمد لله رب العالمين من وأنا صغير هي يعني كرة القدم ما فيها واسطة وما فيها مجاملة، لأنه الناس شايفين وجمهور شايف. بس في ناس بقول لك يعني إنه الابن ضروري يكون لاعب. لا مو شرط يعني، في أسماء كبيرة وكان أولادهم يلعبوا معانا بس في ناس ما كمل. بس يعني الموهوب ببين أو اللاعب الكويس ببين وما فيها واسطة أصلا. لأنه جمهور بيشوفه تلفزيون، فلحد معين راح توقف ما راح تقدر تكمل إذا مش على قدر المسؤولية ولعيب وهيك. طيب أنا هون وديتني على سؤال، والدك خالد ذيب وأنت صرت عبد الله ذيب اللي عمره 16 ونص ولساته توجيهي رايح جاي. تمام. لاعب بنادي جماهيري الوحدات. نعم. كيف كانوا معك شباب الصف؟ شباب الصف لما يعني أنا طلعت على الفريق الأول كان 16-17 أول ثانوي توجيهي. إجاني منحة. أيوة. على مدارس رياضية أول ثانوي توجيهي لأني كنت ألعب في الوحدات. أوكي.
رحت على المنحة؟ طبعا يعني نقلت من مدرستك اللي كنت فيها. الأستاذ يوسف داود يعني بدي أشكره يعني. أنت خريج مدارسه إذا هيك. مدارس ريادية. خبزك كيف كانت؟ ويعني طبعا الناس كانت تتابع كانت تتابع وتلعب مع نادي زي الوحدات. كنت طالب شاطر ولا لا؟ لا شاطر، جبت 80 في التوجيهي. والله. شو كنت تروح على المدرجات قبل ما تصير لاعب؟ صراحة لا، كنت احنا بالمدرسة الكروية ياخذونا يوزعونا حول الملعب في المباريات اللي نلم طابات احنا. انتوا كنتوا تلموا احكي لي هيك موقف صار معك كنت تلم طابات، طابة اجى طابة. لا متذكر مباراة، كنا مباراة الشباب السعودي والوحدات. كنت متذكرها يعني انا في الملعب، والكابتن مراد عويني يومها ضيع البلنتي، كنت موجود يعني هاي المباراة كنت موجود. قاعد هيك بتستنى كنت ورا الجول يعني. اوكي فهاي من الاشياء اللي متذكرها كثير، وانا يعني الكل بيعرف انا من عمري 10 سنوات وانا في نادي الوحدات ابن الملاعب. ابن النادي كمان يعني ابن النادي وابن نعم. الملاعب. بس انت بعديها انتقلت لانديه كثيره، طلعت على البحرين، للوحدات طلعت على الفاعل البحريني، بعدين على شباب الاردن بعدين رجعت على الوحدات. بعرف، بس بعديها ما شفنا عبد الله ذيب بالوحدات بلغايه 2018 بالضبط. طلعت على السعودية بعد 2018 ورجعت على الصل. ومن 2018 لهلا مع نادي الصل يعني قبل من 2019 من 2019 لحد الان ثلاث سنوات مع الصل. ثلاث سنوات تقريبا مع نادي الصل. حنحكي عن تجربة نادي الصل اكيد، لانه هاي تجربة كمان مختلفة، محافظة مختلفة. طبعا نادي طلع من اكيد الدرجة الاولى للمحترفين. الدرجة الاولى للمحترفين نعم. وكان حصان اسود باول موسم من المواسم، بعديها استمر والحكي كتير دائما عن نادي الصلت. كيف تجربتك مع نادي الصلت؟ والله انا يعني في لي ناس كتير وناس اصدقاء لي وتعرفت عليهم في نادي الصلت، حتى من جماهير نادي الصلت. نادي كإدارة حابين النادي يقدم إشي رغم الإمكانيات يعني الضعيفة يعني عند معظم الأندية صح، بس رئيس النادي خالد عربيات يعني صراحة بيحاولوا أنه على قدر المستطاع أنهم يخلوا نادي الصلت بين الأندية الكبيرة والفرق المقدمة. صحيح، حتى مع الرغم من كل الضغوطات اللي بتصير معاهم نعم. على الرغم من كل إشي نادي الصلت يعني دائما بشكل فارق كتير كبير بالدوري. نعم. أنا حطيت مايونيز وماسترد وححط كاتشب كمان عشان نعمل الصوص. طيب كابتن، اليوم لما بدنا نرجع ونحكي عن حطها أنا عادي وبندورة وأشياء كله انت أنا ما إلي أبدا يعني، ممكن بس بيض بقلي بيض بس كبيري تعمل فطورك لحالك؟ لا والله أم خالد. أم خالد الله يخلي لك يا هلا رب. والله أحسن إشي تكون متعود كمان إنه يعني هاي خلص شغلاتي. خليني أتعب أنا في الملعب وخلص. تعبوني في الملعب. كابتن بتعرف من قد ما في عندك ذكريات إيش بدك من دورة؟ قد ما عندك ذكريات الواحد من وين بده يبلش فيها؟ أول إشي ثمين شريته وإنت لاعب شو هو كان؟ أعطيني أعمل سندويشتي. ثمين وأنا لاعب؟ أول إشي شريته من حر مالك؟ سيارة. سيارتك. بعدين قد كان عمرك لما شريت أول سيارة؟ اشتريت أول سيارة يعني 21. 21. كيف كان هالشعور؟ يعني زي ما حكيت لك إنه واحد بعد تعب، هاي أحلى شعور إنك بعد تعب تلاقي يعني زي إيش بيحكوها إنك خلص مجهودك نتيجة بعد مجهود نتيجة مجهودك. أيوة بالضبط. أنا أخلي سندويشي هون؟ لا حطها هون، خليها بصحنها. بدنا نكشف أكل هسه؟ المستور. طيب بدنا نكشف المستور. أنا هحط حبة بندورة. هاي بتاعتك أنت. هاي بتاعتي. بدنا نجرب هيك نخبص شوية. هاي بدي أحط شوية أعشاب. طيب هاي سندويشتي الأولى. هعمل كمان سندويشة. بدي أحط بصل مع المنتخب الشباب. نعم. شو أجمل الذكريات عندك؟ أول إشي أنت لما فتت كمان منتخب الشباب يعني كان لك تغيير كتير كتير فيه. كانت هي مرحلة انتقالية، كانت مع الكابتن علاء نبيل والكابتن أحمد عبد القادر والكابتن
كابتن خضر عيد. يعني كان الكابتن احمد عبد القادر هو المدير الفني وكمان مع يان بولسن. ايوه صح بالزبط. شو اجمل مباراه او مباراه ما بتنساها مع المنتخب؟ مع المنتخب الاول الاولمبي الشباب. خلينا نحكي الشباب اسبانيا. كاس العالم كيف كانت؟ احكي لنا عنها. هسه كانت مجموعتنا احنا زامبيا واسبانيا والاوروغواي. اسبانيا يعني لو الكل حضرها وشافها كانت المباراه كثير قريبه منا. لو فزنا تاهلنا على الدور الثاني. صح. فازوا 4-2 وكانه في هدف التغى لنا. يعني لو تسجل كان التعادل. صح. اخذ من الصحن. من هاي بدك اياها هاي؟ لا اخذها انت. انا بدي احط اللحمه بس. اخذ فيها اللحمه. شو بحكي لك ما كابتن عبد الله فنان ملعب ولا إله دخل بالمطابخ. ابعد عن المطابخ. وينك يا ام خالد؟ خليه يبعد عن المطابخ. طيب كابتن مع المنتخب الاول احكي لنا اجمل ذكرى وصدفه حلوه صارت معك. يمكن احلى مباراه يمكن كانت مباراتنا مع العراق في اربيل تصفيات كاس العالم. اوكي. وسجلت هدف يعني من اجمل الاهداف الي ومن اغلاها. موقف بدك موقف ايش طريف؟ طريف مثلا؟ طريف مره كنا نلعب هون تصفيات كاس اسيا كمان مع ايران. اوكي. كنت محترف ببلجيكا. وراجع من الاحتراف. مع المنتخب. لعبنا المباراه خلصناها تقريبا على الساعه 9. طيارتي بدي ارجع على بلجيكا على الساعه 3. اوكي. وانت تعبان من المباراه و... 9 يعني خلص 11 تقريبا. لا خلصت على الساعه 9. خلصت على 9. وطيارتي على الساعه 3. فطلعت من هون لمطار اسطنبول، من اسطنبول لبلجيكا. مطار اسطنبول قلت بدي اروح انام شوي. وين؟ في الجامع. في المسجد. طيارتي من اسطنبول لبلجيكا على 7. على 7 او على 9 تقريبا. اوكي. نمت وضليت يعني نايم. راحت الطياره. سلام. والله ضليت نايم. وبلاتش كيف بيحكوا معك وهذا شيء. حجزت طياره ثانيه وكملت بعدين لما صحيت. تعبنا تعب. كانت مباراه وفزنا فيها على ايران هون. كانت مباراة مهمة تأهلنا منها على كأس آسيا. على كأس آسيا. أنت وصلت لأي مركز وأنت أيام المنتخب آخر شيء؟ بال 2011 تأهلنا على دور نصف النهائي. بالضبط بالضبط. اللي بتجهز السندويشة أحطها هون؟ أيوه. معلم سندويشات صرت. خلص. هذيك فاضية. هاي آخر وحدة أنا حاملها ولا أنت عملها؟ خليني أنا أبلش بالسلطة. تفضل. هاي خذ هاي الخبزة. شوف خذ هاي الخبزة. خبرة هون. حط مايونيز أول شيء. أيوة خلص ممتاز. تمام التمام. كنت عم بحكي عن ولا خلينا نكمل الحكي. شو رأيك بعد الفاصل؟ يلا خذ. يلا رايحين فاصل مشاهدينا وراجعين. خليكم معنا بدنا نعمل كولسترو هلا. ورجعنا لكم مشاهدينا. اكيد كل الشكر لرعاة البرنامج. هلا حنعمل الكولسترو. يا كابتن بتحب هاي الاكلات انت؟ كيفك انت والجنك فود؟ ححط مي سكر مايونيز وححط نقطه خردل وبعدين نحط الملفوفات كاملين. بس كيفك انت والاكلات السريعه؟ بحبها بس انا عارفها مش مفيده كرياضيه طبعا. بس انا بحبها بس بحاول ابعد عنها. بتحاول؟ بس بتضل موجوده بزاك. بيومياتنا. كلياتنا بنحاول بس بتضلها يعني طيبة. قبل المباريات لا الواحد بيبعد شوي. صعبة. طبعا. كيف بتحضر حالك قبل الموسم؟ شخصي طبعا انت قبل الموسم ولا خلال الموسم؟ قبل الموسم يعني بالتوقف زي هيك. يعني مثلا برمضان هسه بحاول قبل بساعة ساعة ونص من الأذان بطلع يعني بركض لحالي. وجم كمان. بتروح على الواحد لازم يعني. والعزايم شو بتعمل فيها؟ لا ما قبل العزايم بركض. لا قصدي بالعزايم بتاخذ راحتك. اذا بكون راكض متمرن خلص بقى. خلص الضمير الضمير مرتاح. كن عامل اللي عليه خلص. جيب الخفاء. كابتن بدي اسالك عن اجمل بلد انت زرتها سواء مع المنتخب سواء والله في اكثر من بلد. والله كندا واستراليا ورحنا على البرتغال. كندا كتير باردة. باردة بس رحناها بالصيف كانت شهر 7. حلو كان جوها ربيعي. كانت فانكوفر يمكن بيحكوا ثالث أحلى مدينة تسكن فيها في العالم. كانت كتير حلوة. قعدنا شهر تقريبا كأس العالم فيها. في أستراليا كمان. قعدت يعني أنت فترة. قعدنا شهر.
وفي كمان استراليا لعندنا مجموعتنا دائما يا يابانيا استراليا ما بتعرفي متعودين دائما رايحين جايين عليهم بس إشي اللي ما بحبه الطيران ليه ما بحب شو إلك قصص بهاي القصة لا لا بس أنا بشكل عام يعني قد ما أطلع بالطيارة وقد ما طلعت بس فيها رهبة بحبهاش يعني ما بحب بيضل إنه عندك مشكلة معاها طيب اليوم احنا عم نحكي عن كابتن عبد الله ذيب لاعب منتخب ولاعب أندية لعدد كبير من الأندية المحلية وأيضا لاعب ل أيضا أندية محترفين ولكن انت عم تاخذ دورات برو نعم دورة التدريب ما هذا اخبرنا بصراحة اللي شجعني على الموضوع توقفات الدوري الكتير اوكي من يوم الكورونا لحد الآن ففي وقت فراغ كبير توقفات دوري و قلبنا الدوري من شهر 2 لشهر 9 فقلت الوقت هذا خليني أستغله بدورات أخذت السي والبي وحاليا بأخذ الاي ويعني هذا الاشي اللي احنا بنحبه حاب اني أكمل يعني فيه حنشوف كابتن عبد الله ذيب مدرب يا رب بعد الاعتزال وهذا الاشي اللي أنا حابه يعني وفعلا اشي حبيته والدورات بتفيدني وإن شاء الله يا رب يعني النية إن شاء الله إني أكمل بعد ما أخلص إن شاء الله مدرب إن شاء الله شاطر لهلا كويس الأمور رافع الراس لا الحمد لله هاي أهم شيء هاي أهم شيء وإحنا عم بنشوف هلأ بالمعظم كمان المدربين عم بيتجهوا لموضوع اللاعبين بيتجهوا لموضوع التدريب في منهم بجوز مش كتير قوي ولكن بالمعظم المدربين اللي خاضوا تجربة اللي كانوا لاعبين وهلأ صاروا مدربين بالمعظم ماسكين الأندية هلأ صح؟ صح صح هي طبعا يعني بتكون لاعب لك 10-15 سنة فهي تجارب ومباريات وعارف شو اللاعب بده وإيش محتاج إلها دخل بس؟ هسا مش شرط تكون لاعب عشان تكون مدرب بس يعني بتكون بالمجمل انت عارف التفاصيل الصغيره بالنسبه للاعب فممكن بتساعدك بس بترجع لاشياء كثير الشخصيه والتفكير طيب هاي تاعتي انت بدك تقسم تاعتك ونعمل الهزينه وكذا وهيك واجواء كيفك انت والسوشيال ميديا خبرني والله كويسه بين فيسبوك وإنستغرام بس فيسبوك ما بحب أشارك كثير بس يمكن على الإنستغرام شوي وكمان مش نشيط يعني كثير ما بتنزل كثير لا إلا صدف بجوز إذا وقعت مع نادي الحلوة. إذا ما وقعت سجلت مع نادي هيك بتنعطيني هذا الصحن وأنت زين على طريقتك أبدا يلا ما أنت اللي عملت كل السندويشات أصلا لا أنا بس شو اسمه أنت اللي عملتيهم بس أنا الحشوة انت والسوشيال ميديا قلت لي مش كتير صحبه لا والله مش بس بتنزل مثلا في حال يعني بالمناسبات المهمه يعني بالاحداث المهمه بس بشكل يومي لا ما لك انا كيف زينت ما شاء الله جهزتيها مش عارفه بس طلع الفرق بين صحني وصحنك كيف الفرق ايش طعم العين ايش طعم العين التم العين قبل التم طيب برمضان إلك على المسلسلات هلا نفوت شخصي شوي أنا بحب المسلسلات بس بحب إني أستغل وقت رمضان عبادة صلاة طبعا بس لما أخلص وفي وقت فراغ ممكن طبعا إيش بتحضر غششنا مسلسلات التركية وهسا المصرية كمان في رمضان فايت على المصري التركي إيش حضرت تعرفي أسماء يعني تركية أنا أمي لأنه أربع زهرة التالوت مسلسل وفي كمان الحفرة وفي كمان الحفرة كل الأردن حضروا كل الوطن العربي حضروا الحفرة في كمان تاني في عمر في أخوتي في كتير بس أشياء حلوة خلص وأنا فايتة على الكوري كمان انسى والله الموضوع لسه ما وصلتش لا فايتة مرحلة الكوري اسمع إذا فتت مرحلة الكوري يعني في علقة فيها وبتقعدوا هيك مع العيلة كاملة والحياة واحضر بتتابع مظبوط لا كثير خصوصا الوقت توقف الدوري هسه كمان 100% مصري هاي السنة مين حضرت العمدة هاي جعفر العمدة محمد رمضان محمد رمضان في عمره حدا عمل فيك مقلب مقلب يعني شباب المنتخب شباب الأندية كثير بتصير مواقف احكي لي عن موقف من المواقف يا كابتن يا شاب لاني كنت اسالك على البرامج اللي فيها مقالب بس لا انت احكي لي مقلب حقيقي صار معك مقلب حقيقي
هسه مش خاطر على بالي والله. لا بده يخطر على بالك بس كمل هون. انا بالي في السندويش صراحه شكلها زاكي. بدي اظبط شكلها. انت عاملها رجل آلي. مش عارف انا بس انت مزينيتها. طب تعال اعطيني الصحن تاعك. خذي هذا الصحن ظبطيه. شو رايك ساعات اظبط لك الصحن؟ الله يرضى عليك. هات يا ابو خالد. الله يسلم ايديك عشان ام خالد ما تزعل علينا. الله يرضى عليك. ولا زين ولا خالد يزعلوا. بنظبطها. احكي لي موقف. بين الصحن تاعك هذا مرتب طلع ما شاء الله. احكي لي موقف صار معك من المواقف. موقف مقلب يعني. انتوا عملتوه عمل فيك شباب المنتخب. انتوا كنتوا اسامي كبيره مواقف يعني. بس انا ناسي يعني انا بنسى. كيفك انت والقرايب؟ طبعا لا لا صلة الرحم اهم شيء طبعا. بس زياراتك كيف؟ مقصرين اكون صريح معك. الواحد بحب انه اكثر لازم بس طبعاً. بظروف الكره والشغل وهيك ممكن الواحد مقصر شوي. بس ان شاء الله في رمضان الواحد بيستغل انه يزيد من صلة الرحم ان شاء الله. ان شاء الله. مين بتشجع من أندية العالم؟ ريال مدريد. منتخبات العالم. برشلوني. منتخبات العالم. انا حضرت حلقه اليك ارجنتيني. انا برازيلي. كلكم برازيليين لعيبه. بس كنت متمني ميسي يجيب كاس. بستاهلها. ونيمار ممثل شوي. ماشي. تحياتي لك كابتن عبد الله. نورتنا. وبدي ادوق سندويشتك وانت تدوق سندويشتي. هاي اللي انت سويتيها. تفضلي. ها اتفضل. هاي سندويشتي وانا سندويشتك. ندوق ونحكم. هلا الحكم ان شاء الله يكون خفيف لطيف يا رب. بسم الله. يسلموا ايديك وعينيك يا كابتن. الله يسلمك. رائعه. انت اللي تعبتي والله. رائعه رائعه. لا انت زينت وكذا. وال الله يسلم ايديك. والسلطه تفضل. يسلم عليك. لازم شوكه بس مش مشكله. طيبة. شو وضعك بالسلطة؟ بتجنن. طيبة؟ تسلموا لي. تفضل كابتن. شكراً لك نورتنا. تسلموا إيديكي. وكتير مبسوطين لوجودك وإطلالتك خلال شهر رمضان المبارك على الشاشة. أنا بتشرف إني إجيت معاكي وأنت يعني ما شاء الله عليك إعلامية سألك. مميزة ونتمنى لك دائماً التقدم والنجاح. حبيت فكرة البرنامج؟ أنا كل سنة معك إن شاء خالص الله. خلص إن شاء الله المطبخ الجاي بيكون بإذن الله إن شاء الله. موسع شوي بإذن الله. كلمة أخيرة لمحبين عبد اللطيف. كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله كل أيامكم خير وبركة ومبارك عليكم الشهر الفضيل ويا رب أنها تكون دائما كل أيامنا في الأردن وللشعب الأردني خير وبركة وفرح وسعادة إن شاء الله. شكرا لك كابتن. الله يبارك فيك. تحياتنا لأبنائك. الله يخلي لك ياهم وللوالد. الله يخلي لك يا والعائلة كاملة. ومشاهدينا كل الشكر أكيد لرعاة البرنامج. لقائنا فيكم بتجدد إن شاء الله بكرة بنفس الموعد بأمان الله.